50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليل يبان صباح وندق على شباك الجار ونزين حرجو بالياسمين. مرحبا بكم، انا احمد ريان درعاوي من مكر 17 سنه نقل في زيمان سيونس ومنبر مكتبه سنيوز. كما تشوفوا كان صور فيديو، وهذا بسبب الحجر الصحي اللي فرض علينا شد ديار. في حلقتنا اليوم بنشوفوا حاجات مزيانه من هوائل من جيبس اللي عمل ريبورتاج على مجموعه شباب خدموا ان بروجي ساهم في التعقيم، وميما اللي تكمل في الميموار بتاعها وتوجه في الحجر الصحي بالقرايه. اما تو باش نبداو مع وجدان من المدلين اللي باش تحكينا على معاناه البنات في ديار. جيتكم اليوم باش نحكي لكم على معاناتي مع امي كل يوم. الساعه اول حاجه ما تخلينيش نرقد بالحس اللي تعمله كل صباح وهي تفطر، تقول عامله عليا بالعاني. وبعد الفاين نقوم تبدي لي بالقضيه، قوم ركب الفطور تراسيني نقوم نطيب، بعد قوم اغسل الماعون تراسيني نقوم نغسل ونلقاه جبل متاع ماعون، قول عنده 3 ايام ما تغسلش. وجرب سعدي نقول لها ليه ولا تعب نهاري احرف. بعد تجيني في يدها بانيه معبيه بالحوايج وتزيد تحكم عليا باش نغسلهم بيدي، قال شنو ما عنديش ثقه في الماشينه لافي. بعد ما نكمل القضيه مرتاح تجيني ومش عاجبها حتى شيء، تقول لي جمله شهيره متاع كل يوم، سايك بنيتي اللي باش يخدمك ماكش مقديه حتى طرف، زعما كي جيت تذكر كيفاش طمس الخويا هاو قاعد يكور. ونقرد سمعي بحكايات يدوب فيها حدود الناس وبلايس ما شافت عمري. هذه الروبو اللي صنعناه، الروبو هذا كما تشبه فيه لهنا عندنا هذا المخرج متاع الرذاذ متاع التعقيب، وعندنا لهنا لي لونك الترافيولي باش يزيدوا في المرحلة الثانية متاع التعقيب، عندنا لهنا لي كاميرا، عندنا هنا ريزرفوار متاع الميم تاعنا، ريزرفوار متاع التعقيم متاعنا اللي باش نعبوه تو تو بالديترجون، باش نوريكم كيفاش نعبو بالديترجون. دونك الحلال نتاعها باش يكون سامبل ياسر على الاخر كما هك. بعد ما نحلو باش نجو لهنا نحلو هذيا لهنا ونحاولوا توا باش نحاولوا نعبو بالديترجون تاعنا. توا سي الروبو تاعنا ولا حاضر توا افيك لي تيليكوموند اللي عند خويا معز راديو فريكونس باش نبداو نتحكموا فيه عن بعد. ترا حاول تحلي لي لامب الترافيولي، حاول ترا تجرب لنا الرشيان نتاع الرذاذ. طيب خويا معز تنجم تجرب لنا الروبو. نجوم الكاف وشط الغار وقمرة تضوي من الشرتين، وكيف الغايب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالو في الخيرين. فيروس كورونا أكثر كلمة مثيرة للهلع خلال الأسابيع الماضية. الفيروس كورونا كما سبق وذكرنا أثار الهلع في كل دول العالم. فيروس كورونا يستنفر العالم. سيبون فهمنا إلي كورونا فيروس خطير وقاتل وفتاك، ناس كل فدت من السجاه هذية كما فدت هذا من الحجر الصحي، فما برشا ناس تلقى روحها بين أربع حيوط واللي هي ما كانتش أصلا تقعد في الدار. ساعات من فدت تمشي تحل باب تسكر باب تعاود تحل باب تتفرج على أول درجة كيفاش كنت تخرج وتحوس، كانت عندك حريتك الكل تهبط دمعه وتسكر الباب. لكن الحجر هذايا ما جاش من حد شيء، هو في مصلحتنا الناس الكل، تجب تستغل وقتك من هنا حتىش لين يوفى الحجر بحاجات تنفعك كيما تقرا كتاب ولا تتعلم اونلاين ولا برشا حاجات تجب تتمكن منها في الحجر هذايا. انا واحده من الناس ما كانش عندي وقت باش نقعد في الدار اصلا، وكنت خايفه كيفاش باش نجم نكمل الممارسنا في الوقت، اصلا ما زلت بديش فيها جمله. نتصور الحجر هذا رجع عليا بالمنفعه وقت اللي لقيت روحي عندي برشا وقت باش نجم نكمل الميموار في الوقت كما يقولوا فيها، ورب ضاره نافعه في حدود الناس نقدم خطوه للاخرين.